الرحمن الرحيم. خليفة الساعدي، رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام في دار زايد للثقافة الإسلامية. طبعا اليوم نحن من تنظيم المنتدى هذا استمرارا لسلسلة المنتديات التي تم عقدها سابقا. اليوم نحن في المنتدى التسامح الثالث، راح ينظم تحت شعار دورة التسامح في تحقيق التلاحم المجتمعي. نحن نستهدف من المنتدى هذا في إثراء المحتوى المعرفي والثقافي في قيم التسامح والتلاحم المجتمعي، بالإضافة إلى إثراء المنصات الإعلامية والرقمية لقيم التسامح والتلاحم المجتمعي، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة المجتمعية لتعميق التسامح بين أفراد المجتمع.